وجه آخر جديد للدعم من قبل جمهورية باكستان الإسلامية عبر زيارة السفير الباكستاني إلى مقر معهد محمود العجان للموسيقى في اللاذقية. هو سمع كثير عن هذا المعهد، لكن هو ما كان متخيل انه يشوف هذا الحجم من المواهب هون. هو لما اجى وشاف هيدا العروض المميزه اللي تقدمت قدامه، وطبعا هي عين صغيره من الكل، فهو بيحيي جهود المدرسين وتفانيهم بتعليم الطلاب والجهد الكبير اللي عم يبذلوه الطلاب والاداره، لانه هو عمل الصراحه بيكون كله متكامل وكان جدا رائع وفي ابداع. هو حاب ياخذ مجموعه من المعهد من هون، مجموعه اسماء بتم ترشيحها لحتى يقدموا عروض بالمدرسه الباكستانيه بايسود بدمشق. هو رح يقوم بالتنسيق كل هيدا الزيارة، فهو بحابب انه يصير في نوع من العلاقات ما بين المؤسسة هون والمدرسة هنا، انه ممكن يقدم منح لطلاب من المؤسسة هون لحتى يدرسوا بالمدرسة الباكستانية بدمشق. الزيارة اليوم كانت كتير بالنسبة لنا كتير مهمة، كان اطلاع على واقع المعهد، على مستوى الطلاب، ولو كنا عطينا مثل ما بيقولوا كان العرض بشريحة هي كتير قليلة لطلابنا، قدم دعم للطلاب بالإمكانيات البسيطة اللي نحن يعني هي عنا، قدرنا نوصل موسيقانا وأطفالنا لأنه بمستوى كتير كبير. صراحة كتير عطتنا طاقة إيجابية للطلاب، للأساتذة، للمعهد، للمكان، حتى الطاقة هذه إن شاء الله تكون جميلة جدا وإن شاء الله تتفاعل بدور إيجابي كتير كتير حلو. إن شاء الله كان زيارته كتير كتير جميلة. تفتح هذه الزيارة المجال لتبادل الخبرات والمواهب الموسيقية بين طلاب المعهد والمدرسة الباكستانية في دمشق، لا سيما بعد كارثة الزلزال.